الحبيبة عمرها 15 سنة تساهلت في العشر الأول من رمضان ولم تصمها، ولما علمت والدتها بوجود الصيام عليها أمرتها بصيام 20 الأخيرة. فماذا هو توجيهكم عن العشر تلك التي تركتها؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها قضاؤها، يجب عليها قضاؤها لأنها لازمة لها، ومع القضاء تتمم كل يوم يصولا أن تتاخذ. إذا كان مر عليها شهر رمضان آخر وهي لم تقضي هذه العشرة فإنها تقضيها وتطعم عن كل يوم يصولا أن تتاخذ.